الجمهور العنابي معروف، الجمهور العنابي معروف بالامبيونس، الجمهور العنابي ان شاء الله رايحين نشوفوا حاجه ما شفتوهاش في مباريات واحده اخرى. الجمهور العنابي معروف بالزهوه تاعو، معروف يعني واش راح نقول لك، نخليها لكم مفاجاه. نتيجكم دركا كاين شونجمون كبير في المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي. نتيجه صعيبه، نتيجه صعيبه، نتيجه صعيبه في فيما يخص لاعبين، حتى لاعبين جدد علينا ولاعبين توانسه تانا جدد علينا. عندكم حنا باع للطاير هذاك ياسر، وحنا عندنا محرز، عندنا بلايلي مشو راح يلعب، بصح عندنا بالرحمه، عندنا يعني فا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون، ما نقدرش نقول النتيجه، ان شاء الله تكون منتخب الجزائري بيان سور. ليكيب ناسيونال تاعنا كي تجي لعنابه، مرحبا بهم، مرحبا بالاشقائنا التوانسه، وحنا خاوه خاوه، وان شاء الله تربح الجزائر. مرحبا بكم كل. نحب الجزائر تربح غدوه ان شاء الله. نحب الجزائر، ونحب تونس، ان شاء الله الجزائر تربح. نحبوه برشا، سورتو رياض محرز، فرحنا ياسر كي جا راح يلعب المره دي مع ليكيب ناسيونال، فرحنا بليكيب ناسيونال كامله تاعنا، وفرحنا تاني بليكيب ناسيونال تاعكم. بورتون اول مره نشوفوا لي جوار تاعكم جدد، غير حنا فعل برك اللي نعرفوه، هو معروف شفناه في كوب داراب تما لعب ياسر، و بقينا نشوفوا فيه غير هو برك اللي يلعب في التيرا. والله توقعاتي انايا التوانسه يعني اخواتنا، بصح ما يغيضهمش الحال منا، بصح رانا نقول النتيجه راح تكون 2-1 لصالح الفريق الوطني الجزائري. يحبونا المساكني، راهو شابو اخويا، راهو تقول عليه تزين. انا باعل سي مالوغوزمون حبينا زعما نضيفوه عنا في عنابه باش يجينا المساكني، وباش نشوفوا فريمون، وهذا راح يكون يعني ماتش دربي، فريمون سي ماتش دربي اللي راح يكون ما بيناتنا، وما بيناتنا لو ميور غاني. حنا باعل يجينا عنده كاريزما، عنده لاغرينتا في التيران، ما يهبش الكره، يروح يفونسي ديما جهه الكره، ما عندوش خوف. حنا باعل هذيك الحاجه اللي خلاته نتالقوا بها احنا ونتفرجوا فيه حتى في البطوله تاعو اللي كاتك، يعني حنا باعل هو المساكن يعني تنجم تقول ديما نسيبورتيو فيهم ومام نشوفوهم في لي كلوب تاعهم. مرحبا بالاشقاء التوانسه اللي راح يكونوا حتى هم متوافدين بقوه لمدينه عنابه، مدينه سياحيه والقريبه من عنابه والقريبه لتونس، وعندها تقاليد كبيره بينها وبين تونس بحكم القرب وبحكم الاخوه. اما على المقابله فهي مقابله من احسن الدربيات في افريقيا، وكي غير هنا ونصنفها بنا من احسن دربيات المغاربيه بين المنتخب التونسي نصر قرطاج والمنتخب الجزائري محاربي الصحراء، راح تكون مقابله وديه بطبع رسمي. قويه، هي قويه على باز يعني، وقبلها مساء الخير عليكم على الشعب الجزائري والشعب التونسي اللي نعتبره شعب واحد. انا نحب بلادي الجزائر وعنابه بيان سور، وتونس الحب تاعها مش اقل من حب الجزائر. الوغ كيما نتمنى الفريق نتاعي وفريق بلادي، نتمنى الفريق تاني التونسي التفوق، يعني اللي تربح بوغ موا فيكتوار، سواء الجيري ولا لا تونيزي. هو ما عندوش علاقه بالجوار اكثر من انه عنده علاقه انسانيه، تربطنا تاريخيا، تربطنا تقاليدنا يتشابهوا. انا نحكي على روحي كي نروح لتونس، والله يومدي غير راني في عنابه. شعب مضياف كريم يعرف يهدر، جو مسون اليز وانا في تونس. الوغ يمكن هذا هو الصراحة، شوي ايغويست شوية، مادا بيا تربح بلادي، ولكن راح يكون نفس السعادة لو ربحت تونس. المباراة نشوفها تكون حارة بين فريقين شقيقين اخوة، تونس والجزائر بلد واحد، مباراة رايحة تكون شيقة ان شاء الله، واللي يربح بصحته نتمنى تفوت برك بروح رياضية. بلد واحد دم واحد، بل الجزائر وتونس بلد واحد دم واحد عقلية واحدة. المباراة دي ستة ماتش دقالة، هذايا ستة ماتش أميكال، لعبة تاع زوز خيان كما يقولوا، تونس والجزائر تعرف عندنا حكاية كبيرة مع بعضنا، وتونس والجزائر ديما متفاهمين، وإن شاء الله تكون مقابلة ملاحة وتكون
تمتعوا بها ان شاء الله. اجواء حماسيه يعني، والجمهور كامل اللي ينتظر في يوم المقابله، وهذا لقرب المسافه بين تونس والجزائر. ان شاء الله ستكون مقابله ممتازه ان شاء الله، ومنتظره من عند الجميع يعني. ومع هذا تجديد اللاعبين الجدد يعني من جهه تونس او الجزائر، ننتظر ان شاء الله تكون مقابله شيقه ان شاء الله، والفريق الممتاز هو الذي سيتحصل على النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله تكون فيها خير ان شاء الله، كم هما تسمى الجزائر وتونس تما واحد يعني، ان شاء الله خير وفريد. باسكو ما نقدرش دوك نقول لك الجزائر وتونس، باسكو انا ما نقدرش زعما ما نقدرش نكومباري بيناتهم. ان شاء الله خير. السلام عليكم، مرحبا بكم. تونس والجزائر رانا بلد واحد، راكم خاوتنا، مرحبا بكم في بلادكم الثاني. احنا نرحبوا بفريقنا اولادها، ثم نفرحوا به كي يجينا العنابه، كي يلعب في عنابه ماذا بينا ونقولوا نتمناوها شرف لنا انه نستقبلوا الفريق في عنابه. ماذا بينا ديما يجيو يلعبوا عندنا، استطعنا مليح وجمهور يشرف يعني. نرحبوا به ديما في كل الاوقات. خاوتنا تونس مرحبا بكم، راكم في بلادكم كيف كيف، وشرف لنا يعني مباراه كيما هذه هتلعب في عنابه. ان شاء الله تعدي على خير، ومباراه اخويه ان شاء الله. مرقدناش يعني من البارح، نسناو في المنتخب الوطني، وناس راك تشوف دراري صغار معانا، سهرناهم وحيدناهم من النوم، بهدينا رحنا معاهم للايروبور، جبناهم هنا، وشرف لنا يعني ديما الامر هذا. ونزيد نسناهم، كنت حتى مزيد ما نرقدوش الغدوه، ما نرقدوش عادي، احنا على بلادنا نحبوا بلادنا في اي مجال، في كوسوا في كره القدم ولا في اي حاجه اخرى. وكيف كيف حدا تونس مرحبا بهم، كي يجيو نرحبوا بهم ان شاء الله. 2-0 المنتخب الوطني الجزائري بيان سي. تونس والجزائر نقدروا نقولوا خوا. ماذا احنا انا ماذا بيا يفوزوا في زوز، انا ماذا بيا يطلعوا في زوز مرتبه واحده. بيان سي، مش غير امبيونس كبيره. هاك شفتي كيفاه اللي في ميجان، شفتي الامبيونس كيما رحبوا بهم. صافي لونطون ما جبناش اخويا في عنابه، صافي لونطون احنا نستناو فيهم. خرجنا ديبلاسينا على بليده، ديبلاسينا للجزائر، ديبلاسينا باردو، وشوف في عنابه تبقى حلوه. هاك شفتي ديجا في الجمهور تاع اليازما كيفاه ديما الملعب معبي، ديما النار شاعله كي طلعنا في 2018. شو انا نقول لك، وغدوه تشوف، اخر غدوه تشوفها الببليك تاع عنابه وعنده قوه وحده، وما تشوفهاش في اي بلاصه. شوفها مالغري ماتش اميكال وتوانسة خاوتنا، بصح حتشوف حاجة عجبت إن شاء الله. ياكم شفتوا ليكيب بي أنتم، ياكم شفتوا الدري تلعب، بيسر حتى فزوكم في عنافة ما كانش خلاص. لا أنا غير لا فيكتوار، جاي ريكور جديد منه، وجاي هذيك 55 ماتش سيريان يعني منه، وجاي جاوا لي جوار جدد، جابوا واريار كور، جابوا النص، جابوا ثم جابوا زادوا عاونوا ليكيب مليح دعموها مليح، ثم حنروحوا بعيد باذن الله. تقعد هذه مش حكايه بالون، مش حكايه سياسه، شعب جزائري وشعب تونسي خاوه، بيناتنا عرب كله خاوه، كل في الغرب خاوه، لهنا خاوه، احنا كي نجيوكم عندكم خاوه، انتم تجيونا خاوه، ما كان حتى مشكل. عبد محرز وكي يجي العنابه نفرح به، كي نكبر نولي كي محرز.